السلام عليكم البنات، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد وروتين جديد. روتين تاع اليوم كيما العوايد البنات، نديرو طاولة الغداء ونديرو حلوة، يعني القهوة العصر. ان شاء الله روتين تاع اليوم يعجبكم البنات. كيما راكم شايفين هنا، راني نغسل في الموعن تاع القهوة تاع الصباح من بعد ما خرجوا ولادي للمدرسة. رحت غسلت الموعن اللي بقاو يعني القهوة تاع الصباح، من بعد وليت ندير في الفطور تاعي. كما راكم شايفين هنا، راني نغسل في البطاطا تاعي، نديرها يعني لابوري، يعني عصيدة بطاطا على طريقتي الخاصة. غسلتها، نحيت لها كامل الطراب تاعها، من بعد نديرها داخل تنجرة باش تغلي. كما راكم شايفين هنا، انا لابوري تاعي نغليها اكده بالقشور، يعني البطاطا تاعي نغليها بالقشور، نزيد لها الملح ونخليها تغلي وتطيب. واش نرافق لابوري تاعي؟ هو الدجاج محمر في الفرن. سبق ودرته معكم في الفيديو السابق، رافقته مع الأرز. اليوم نرافقه مع لابوري. تتبيلة كما المرة اللي فاتت، درت شوية معدنوس، فلفل كحل، ملح والزيت، ويعني تبلت الدجاج تاعي. من بعد درت له ورق سيلوفان والورق بابي المينيوم من الفوق. كي ديروا بابي المينيوم من الفوق لازم تسبقوا بالورق السيلوفان، هكذا يقولوا الورق الالمنيوم مضر للصحة، لازم نسبقو بالورق سيلوفان ولا طيبو بالورق الطهي، يعني بابي كويسون. هكذا البنات، من بعد جست درت شلاضة يعني خفيفة، فيها هكذا خيار وبيطرف مسكرفج، وزينتو بشوية تاع طوماطيش والزيتون. هكذا البنات، من بعد وليت، من بعد ما طابت البطاطا تاعي هكذاك سخونه، راح تقشرتها، نحيت لها كامل القشور تاعها، من بعد نرحيها. لازم البنات تكون سخونه باش يعني تنجح لكم هاد لابوري. لابوري ولا درتوها يعني بارده تجيكم معلكه كما يقولوا، تجيكم إلاستيك. من بعد نرحيها بالرحايه هذه اليدويه، انا نحبها هذه لابوري، ما نرحيهاش بالروبو وما نرحيهاش بالميكسور، نرحيها بهاد الرحايه اليدويه. تجيني لابوري تاعي هايله، يعني تتفتت، ما تجيش يعني معلكه. هكذا البنات، كما راكم شايفين هنا، راني نرحيها وهكذاك سخونه. من بعد نزيد لابوري تاعي جوج فصوص تاع الثوم، يعني ماشي بزاف فصوص تاع الثوم، نسكرفجهم. من بعد نزيد شويه ملح، ما نزيدوش بزاف الملح، ونزيد شويه زيت الزيتون. انا لابوري تاعي نديرها دائما بزيت الزيتون لي باش تكون صحية 100%. هكذا البنات، من بعد نمر يعني نقدم لابوري تاعي في أطباق تقديم. كما راكم شايفين، يعني طريقة التقديم تعود لكم كما حبيتو تزينو الطبق تاعكم. من بعد ما طاب الدجاج تاعي كما راكم شايفين البنات وتحمر، خديت شوية تاع لاصوص تاعو كما راكم شايفين، ودرت فوق لابوري تاعي هكذا باش تعطي لها البنه تاع الدجاج. هكذا، من بعد حطيت الدجاج قدام لابوري كما راكم شايفين، يعني هذه هي طريقتي في التزيين، وانتم زينوا كما حبيتوا الطبق تاعكم. من بعد زدت اضافه صغيره واللي هي لي ترونش هادو تاع الخبز، درت لهم من فوق شويه فرماج وحطيتهم مع الطبق، يعني باش تكون وجبه كامله.
هكذا البنات. من بعد حطيت الطبلة تاعي للفطور، يعني سبقت في الولاد يفطروا باش يروحوا المدرسة تاعهم. هكذا هذه هي الصالة تاعنا، والطبق تاعنا تاع لابوري بالجاج. ان شاء الله الطاولة تاع اليوم تعجبكم البنات، يعني تجربوها وتسيوها يعني بطريقة سهلة. تقدروا تاني تزيدوا معها لاسوب هكذا البنات. من بعد ما راحوا الولاد المدرسة وليت لشغلي، رحت غسلت كامل المواعن ديالي تاع الفطور هكذا. من بعد ما فطرنا غسلت لهم كامل وخملت شوية البيت، يعني مسحت شوية هكذا البيت. من بعد باش نولي نروح ندير يعني التحلية تاعنا، واللي هي البسبوسة بالجوز الهند بالنوات كوكو هكذا البنات. نسحقوا البسبوسة تاعنا البنات، يعني البسبوسة تاعنا تسحق الشربات. الشربات هذه واش نحطو لها؟ نحطو لها لاترونش تاع الليمون، ونزيدو كاس تاع السكر، ونزيد زوج كيسان تاع الماء هكذا. نسبقو فيها باش تغلي ونخليوها تبرد قبل ما تطيب البسبوسة تاعنا. هكذا من بعد نحطوها فوق الفرنو، يعني نحركوها شوية حتى يدوب كامل السكر. من بعد حسبوا لها 15 دقيقة حتى الغليان، 15 دقيقة، ونطفيو عليها ونخلوها تجيه تبرد. بالنسبة للبسبوسة تاعنا واش نسحقو لها؟ عندنا زوج يعني مراحل هنا. عندنا المرحلة الأولى واللي هي المواد الجافة، عندي كاس فارينة، كاس نانوات كوكو، وكاس تاع السميد، وباكي خميرة تاع الحلوى. هادو المواد كلهم نغربلوهم في جيه، ونمرو المواد السائلة واللي هي 4 حبات بيض، رشة ملح، وكاس زيت، ونصف كاس تاع السكر. وعلاش نصف كاس تاع السكر؟ لخاطرش عندنا الشربات تاعنا فيها سكر، يعني ما نكتروش من السكر، نحاولوا ما نكتروش. ونزيدو حبة تاع المبشور الليمونة. من بعد نمروا المواد الجافة تاعنا، نبداو نغربلو بالفارينة، كاس فارينة وباكي خميرة تاع الحلوى، وكاس تاع السميد، يعني السميد حبيتو المتوسط ولا رقيق كيما حبيتو هكذا. ونزيدو حوالي كاس تاع نانوات كوكو، ونخلط كلش مع بعض ونخلوه في جهة. بالنسبة لموالد السائلة نعود المقادير، عندنا هنا 4 حبات بيض، رشة ملح، ونصف كاس تاع السكر، يعني ندوبو السكر مع البيض مليح هكذا، يعني غير بالفوي، ما ديرو لاباتور لا والو. ونزيدو كاس زيت وحبة مبشور ليمون، ونبدا نخلط مليح حتى يعني يولي اللون تاعو فاتح شوية. من بعد نزيد على ضربة المواد تاعي الجافة، شوفوا كي خلط، هذا هو القوام تاع البسبوسة تاعي. من بعد نرفد السليوة تاعي هكذا صغيرة، وندير لها شوية زيت، يعني ندهنها بالزيت مليح. من بعد يعني ندخل الخليط تاعي لداخل، هكذا البنات. من بعد يعني ندهن يدي شوية بالزيت، يعني بالزيت لازم باش نخبز البسبوسة تاعي داخل سنيوة، على خاطرش تجي لاصقة شوية.
هذا، بعد يعني بعد ما سخنت الفرن تاعي درجة 180 درجة، ندخلوا البسبوسة تاعنا حوالي 20 دقيقة هكذاك. بعد ما طابت البنات كما راكم شايفين تحمرت من التحت ومن الفوق، راني نتقب فيها باش نسقيها بالشربات اللي طيبناها مع بعض. يعني البسبوسة تاعي سخونة والشربات بارد. من بعد ناخد شوية الناباج هكذا، يعني لا جولي، ندهن غير دهنة خفيفة باش كي ندير لانوات كوكو تاعي يلصق، غير نمسحوها برك كيما راكم شايفين. من بعد نرش لانوات كوكو كامل فوق البسبوسة تاعي كامل. هكذا البنات ونخليها تبرد، من بعد نقطعوها ان شاء الله. بعد ما بردت البنات راني نقطع فيها هنا، جات هايلة ومبسة وشابة، يعني بنينة بزاف هاد البسبوسة وسهلة، يعني المقادير بسيطة كما راكم شايفين. شوفوا كيفاش جات. من بعد ما قطعتها وحطيتها فوق الطبلة، جاو ولادي من المدرسة وصابوها وفرحوا بها وكلوها مع الجو تاعهم. هكذا البنات، وانا درت كويس تاع لاتاي باش نشرب بها ان شاء الله. شهيتكم يا البنات في الجنة، ان شاء الله تعجبكم الوصفة تاع يعني البسبوسة هذه والمائدة الغداء، ان شاء الله تعجبكم. هكذا البنات، وان شاء الله يعجبكم الروتين تاع اليوم. ما تنسونيش في لايكاتكم البنات، هكذا تفرحوني بزاف كي ديروني التعليقات شابين. بالمناسبة البنات نشكركم بزاف على تعليقاتكم الجميلة. هكذا البنات، ما بقى لي غير نقولكم ما تنسونيش في لايكاتكم وتعليقاتكم والاشتراك في القناة ليصلكم كل ما هو جديد. سلام.